أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية الصادرة لنهار اليوم. نبدأ بيومية الأخبار وعنونت إضراب بوزارة المالية بسبب العلاوات والنظام الأساسي لموظفي الجمارك. اليومية كتبت: يتواصل شد الحبل بين الموظفين ووزارة الاقتصاد والمالية على خلفية مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي أعدته الوزارة وتستعد لعرضه على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، في الوقت الذي طالبت النقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإرجاعه إلى طاولة التفاوض الاجتماعي ثلاثي الأطراف وسحبه من مسطرة المصادقة، داعيا إلى إحياء الحوار القطاعي حول النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. ارتفاع عدد ضحايا قرب الموت عنوان من يومية الأحداث المغربية. اليومية أفادت أن عدد ضحايا انقلاب زورق ما بات يعرف ببالوما ارتفع إلى 16 شابا من ضمنهم فتاة يتحدرون من إقليم قلعة سراغنا، بعد أن لفظت أمواج المحيط الأطلسي أمس الأربعاء جثتين على مستوى شاطئ السعادة بعين سبع. اليومية أضافت أن شواطئ المحمدية والدار البيضاء تعرف حالة استنفار من طرف كل الأجهزة الأمنية والوقائية وممثلي السلطات المحلية. إلى يومية لوماتا الناطقة بالفرنسية وعنونت: الملك محمد السادس يؤكد أن البيئة والتنمية المستدامة هي تحدي كبير يواجه العالم. واليومية كتبت أن الملك محمد السادس أكد أن إشكالية البيئة والتنمية المستدامة أضحت تشكل أحد الرهانات الكبرى التي تواجه العالم، محذرا من المخاطر التي تواجه الكوكب بسببها خاصة الهشة منها. وأوضح الملك في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة التي انطلقت أمس الأربعاء بالرباط أن العديد من الدراسات والأبحاث الدولية أظهرت استنزافا غير مسبوق للثروات الطبيعية وارتفاعا مهولا في نسبة التلوث واختلالا عميقا للتوازن البيئي على الصعيد العالمي، مضيفا في الرسالة التي تلها وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج أن هذه الوضعية المقلقة والخطيرة التي تعيشها الأرض اليوم يترتب عنها آثار سلبية واضحة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ننتقل إلى شأن الدولي مع صحيفة الشرق الأوسط التي أنجزت لقاء خاصا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أكد أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقبلة للسعودية ستعزز شراكة متعددة الجوانب وستضعها في مستوى جديد. وقال لافروف في حديثه للصحيفة إن العلاقات بين موسكو والرياض تقوم على الصداقة والتنوع في المصالح الثنائية وعلى أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح للطرفين، وأسس لهذا التوجه بشكل شخصي قائد البلدين الرئيس بوتين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من خلال المحافظة على التواصل بشكل دائم، ويقومان بوضع الملامح الرئيسية للاتصالات الثنائية ويتابعان تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها. نهاية جولة اليوم من قراءة في الصحف، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.